أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. حفص ورش ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قولون هذا وبين سوسي. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. رويس ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. روايتي دوري عن أبي عمرو. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ابن وردان ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. روايتي قنبل. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. خلف عن حمزة. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. حسن عزم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هشام ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أسأل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فلك إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. كمل فلك كمل الآية. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا علينا ونكون عليها من الشاهدين. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيما هم فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم التي آتيت أجورهن
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. إن شاء الله نستعيد السؤال الأخير إن شاء الله. أقرأ من أول سورة الذاريات قلب عن حمزة رواية قلب عن حمزة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. نعم الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك ثم تقرأ برواية أخرى حتى هذه الأخيرة.
في الآخر يؤفك عنه من أفك والزاريات لا يؤفك أو تأخذ أربعة أو خمسة أو ستة آيات من البداية في الزاريات من روايات. بسم الله الرحمن الرحيم مرايتي حسن أول والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. طوبى ألا تفضل طوبى أعود إلى بداية السورة. أيوة برواية أخرى مثلا قرأت بحفص أنا عاصم أنت في يعني مدرسة إمام عاصم هل أنت بشوبة؟ نعم. إلا ابن ما هنا ما في هنا استدلال ما في استدلال هكذا اوكي في هكذا كان لا في هذا الصورة بدايتي وبالله التوفيق إنما اقرأ لنا تكبيرة من البداية إلى النهاية من البداية إلى النهاية ابدأ من البداية بدأت بسم الله بالنظم أولا تبارك الرحمن الرحيم ومولنا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان من خير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العلا متحبلا وأخلق به إن ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله بل رجح عليه مريحا وموقلا هو المرتضى أما إذا كان أمه ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى
يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليهم والصلاة. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا. فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زمرا وقملا. لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. نعم فتى عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتلى. وأما الإمام المازني صريحه بارك الله وجزاك الله خيرا. أحسنت بارك الله فيك. شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد توقد من شجرة مباركة مباركة الزيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها
والقمر إذا تليها والنهر إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها. الله